السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي وفيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض كوكيز حلوة جدا جدا، سهلة وبسيطة ونتيجتها اكتر من روعة. تنفع طبعا في الفطار، قعدة العصاري مع كوباية شاي، تنفع في قعدة بالليل جاي لضيوف، تنفع كمان في اللونش بوكس، ودي حاجة مهمة جدا. عايز اقول لكم الطريقة سهلة خالص ومقادير ان شاء الله متوفرة عندك. شايفين جمال الكوكيز؟ تحفة تحفة جدا جدا وسهل. وبكوباية وربع دقيق هنعمل اكتر من 34 قطعة بسكوت رهيب. بصوا الجمال، وهمي يا جماعة، بجد لازم تجربوه. اكتبوا لي بقى في التعليقات عجبكم الفيديو ولا لا، وهتجربوه ولا لا. يلا بينا نبتدي كده نشوف مقاديرنا النهاردة والطريقة بتاعتنا هتكون ايه. تعالي بينا يلا نشوف مقاديرنا. ومقاديرنا هتكون عبارة عن كوباية وربع من الدقيق متعدد الاستخدام منخول كويس، تلت كوباية من الكاكاو، هحتاج نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، تلتين كوباية من السكر، بيضتين، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وذرة ملح، وبس كده. يلا بينا. تعالي بينا بقى الأول نبتدي ناخد الدقيق. زي ما اتفقنا ان الدقيق بتاعنا منخول كويس جدا. ادي الدقيق بتاعنا، هبتدي احط عليه دي كوباية وربع من الدقيق، تلت كوباية من الكاكاو الخام، احط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واقلبهم مع بعض كويس قوي، وبكده اكون جهزت الخليط الجاف معانا. هقلبهم كويس وابتدي اركنهم على جنب. وتعالي بينا نشوف هنعمل ايه تاني. ده كده نص كوباية من الزبدة، والزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. طيب انا مش متوفر عندي زبدة وحبيت البسكوت ده وعايزة اقوم اعمله، طيب عندك نص كوباية سمنة تقدري تستخدميها، حطيها في التلاجة تجمد عشان لما تيجي تضربيها تعمل معاكي فوم. تمام، يبقى هنا عندك بديل، الزبدة بدلها السمنة. احط عليها تلتين كوباية من السكر الابيض واضربهم مع بعض كويس قوي. بصي معايا كده هتلاحظي ان القوام بيختلف، اللون بتاع الخليط بيختلف، كل ما بتضربي اكتر كل ما القوام بيفتح لونه، بيبقى كريمي اكتر وبياخد فوليوم اعلى زي ما انت شايفه كده. معايا بيضتين، هنزل ببيضه وابتدي اضرب كويس لغايه ما تتلاشى تماما في المكونات، انزل بالتانيه. وطالما حطينا بيض يا جماعه يبقى على طول ما ننساش نضيف الفانيليا، كمان هضيف ذرة الملح عشان تدوب في المكونات بتاعتي. نخلط كويس قوي قوي الخليط بالشكل ده، وكده هيكون جاهز معايا الخليط السائل. حلو جدا جدا كده، خلاص دور المضرب بتاعي انتهى، اخدت قوام كريمي زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى ننزل الخليط الجاف اللي احنا كنا قلبناه مع بعضه، اللي كان عبارة عن دقيق وكاكاو وبيكنج باودر، وابتدي اقلب الخليط بالشكل ده والمه بقى مع بعضه. هايل. هنا بقى في خطوة اختيارية، تضيفي الشوكليت شيبس، ودي بتدي طعم حلو جدا وبتدي يعني ايه غنى، وان البسكوتة بتاعتي تبقى ريتش شوية، فهحط حوالي نص كوباية من الشوكليت شيبس بالشكل ده، ونقلبها بقى مع خليط البسكوت او مع العجينة بتاعتنا، وبكده تكون جهزت معانا. تعالي بينا بقى هنشكلها النهاردة تشكيل سهل ولذيذ قوي. هحضر صينية فرن، هفرشها بورقة زبدة، ولو ما فيش ورقة زبدة فنقدر ندهن الصينية على طول بالزيت الخفيف، وابتدي اشكل البسكوت. هاخد كده من البسكوت واعمل ايه شكل طولي كده، ومعلقة مدهونة دهنة خفيفة بالزيت وابتدي اسويها، او ان انا ارش دقيق بسيط كده واساوي برضو بيه. تمام، هعمل شكل طويل شوية واسويه بارتفاع حوالي يعني 2 سنتي. سويتهم خلاص، عملت كده زي 2 رول كده. تعالي بقى ندخلهم الفرن، فرن يكون سخن مسبقا، سخن بقاله ربع ساعة ومن اول ما ببدأ اعمل بسكوت، على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني.
حوالي 12-13 دقيقة هو كده جهز معايا واستوى بقى زي الفل. هقطع بالسكينة ترانشات شرايح بالشكل ده، هايل، شايفين؟ تحفة. تعالي بينا بقى ايه نرص البسكوت بتاعنا، بعد طبعا ما نقطع كله هرصه بالشكل ده. حلو قوي، الفرن بتاعي شغال زي ما هو، هقلل بس درجة الحرارة، خليها بدل ما هي 170 خليها 150، وادخله 5 دقايق على الوش ده، وبعدين يطلع اقلبه الناحية التانية وادخله 5 دقايق كمان. تمام، يبقى على كل وش دخلته على درجة حرارة 150 5 دقايق بس، ده احنا كده بنقرمشه شوية. ما شاء الله كمية محترمة جدا، نتيجة وهمية 10/10. زي ما قلتلك كتير بيبقى جاي لنا ضيوف مش عارفين نقدم لهم ايه مع المشروب اللي احنا بنقدمه، فده هيبقى احلى حاجة ممكن تقدميها. طريقته سهلة، نتيجته مضمونة، شيك قوي ولذيذ بقى، مش قادرة اقولك قد ايه. كمان تقدري تديه للولاد في المدرسة، هيديلهم طاقة وهيحبوه جدا جدا. تقدري تفطري بيه الصبح كده مع كوباية لبن او شاي بلبن، قاعدة المغربية كده وحابة تشربي حاجة تاخدي معها بسكوتة، فبصراحة 10/10. ايه رأيكو؟ شكله حلو قوي، اتمنى كمان تجربوه. زي ما قلتلكم مقاديره سهلة وهي فعلا سهلة. وقلنا البدايل، لو انت في اي حاجة مش متوفرة عندك زي الزبدة مثلا تقدري تبدليها بالسمنة، فما عندناش اي مشكلة خالص ان شاء الله. هستناكم بقى تجربوه وتقولولي رأيكم فيه ايه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عايز اقولكم بسكوتة مقرمشة لذيذة، وزي ما شفتوا تشكيل ولا اروع من كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة. ما تنسوش فعلوا الجرس كمان، واكتبوا لي في التعليقات عجبكم الفيديو ولا لا، وهتجربوه ولا ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.